في كاع القصص اللي درنا ملي بدينا في هذه القناه على البراكاج كان ديما هذاك اللي تيبراكي البنكه تتعرف وتتشد، ولكن هذه هي اول قصه بصح هذاك اللي غادي يدير البراكاج حتى حد ما غادي يعيق به حتى لدابا. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نهضر لكم على منحه، على وكاله منحه اللي تتعاون الطلبه المغاربه يلقاو منح في الصين. الدور ديالنا هو اننا تنتكلفوا الطلبه بكل شيء من الاول حتى الاخر، يعني من تيجي عندنا الدوسي ديالو حتى توصل للشومبر ديالو في الصين وتياخذ لابورس ديالو، كل شيء من الاول حتى الاخر. اول حاجه تلقاو منح للطلبه، تنتكلفوا باستقبال ديال الطلبه في المطار، بالسكن، بكل شيء لهم باش يمشيو لاحسن الجامعات الصين. باش تسجلوا وتاخذوا منحه في الصين القضيه سهله، غادي تلقاو واحد الرقم واتساب هنا لتحت تواصلوا معاه، غتصيفطوا فقط الباك ديالكم والغولفيد نوت، وحنا نقترحوا لكم المنح اللي ممكن تصيفطوا ليها بجميع لي ديتاي. وبالنسبه للناس اللي في الرباط ممكن يجيو يلقاونا في اوكدال قدام ريفات سنتر، ويجيو عندنا الوكاله ونهضروا معاهم ونشرحوا لهم كل شيء ونحاولوا نلقاو معاهم البروغرام اللي غادي يعجبهم. اذا دفعتوا في هذا الوقت هذا كاين بزاف ديال المنح اللي مزيانين بزاف، منهم كاين منح اللي شامله فيهم قرايه والسكنه وحتى الصالير كاينين دابا، وكاينه واحد المنحه اخرى اللي حتى هي مزيانه بزاف ديال علي بابا بيزنس سكول، كل ما تعرفش علي بابا اللي فيها القرايه جراتويت ما تخلص فيها حتى شي حاجه. المهم كنتو انتريسي تواصلوا معنا في الرقم ديال الواتساب ولا في الفيكس ولا اجيو عندنا هنايا لاجونس ونبداو الفيديو. حنا في طوكيو في 1986، الجنرال مانجر ديال نيهون تراست بانك مشى للخدمه ديالو عادي بحال اي يوم عنده في الخدمه. ديما قبل ما تمشي للخدمه اول حاجه تيدير تجمع جميع الرسائل اللي وصلوه باب الدار، تهزهم معاه وتمشي للخدمه، تيخدم الخدمه ديالو، تيدير داكشي كامل اللي خصو يديرو حتى توصل الوقيته اللي تيقرا فيها الرسائل في البلانينغ ديالو، عاد تبدا يحلهم وتبدا يقرا الرسائل. غادي يبدا يقرا الرسائل وحده بوحده، رسائل عاديه، لي فاكتور، داكشي عادي، حتى غادي يوصل لواحد الرساله مع غادي يحلها غادي يعرفها ماشي رساله عاديه. اول حاجه خلاته يعرفها بانها ماشي رساله عاديه هي النص ديالها مكتوب باليد والنص الاخر مقطع حروف من مجلات وجورنالات ومكاتبين به هذيك الرساله اللي كانت تتقول. كانت تقول انه خصو يعطي لواحد الموظفه عنده في البنك 300 مليون ين، اللي كانت في ذاك الوقت تقريبا واحد 850 الف دولار، وديك الموظفه كان خصها تدي دوك الفلوس لواحد البلاصه كانت مكتوبه في هذيك الرساله. وفي الحاله اللي المدير اذا ما دارش داكشي اللي مطلوب منه قبل 5 د العشيه ديال النهار الثاني، غادي يفرقعوا ليه الدار ديالو اللي عاطين لادريس ديالها في ديك الرساله، وغادي يفرقعوه حتى البنك، وبانهم ما تيضحكوش. طبيعه الحال اي واحد توصلوا هذه الرساله غادي يحير، واش هادو غير تيتفلاو؟ ولكن شكون اللي غادي ياخذ الريسك باش يتفلا؟ مدير البنك ما يمكنش يشدها يكمشها ويلوحها. ما تيوصلوهناش هاد الرسائل كل نهار، وبطبيعه الحال غادي يحير ما غادي يعرف ما غايدير. والحاجه الوحيده اللي دار هي انه علم الاداره ديال البنك بانه توصل بتهديد واعطاهم هذيك الرساله. الاداره ديال البنك اللي بطبيعه الحال غادي تعيط للبوليس وغادي تعلمهم وغادي تقول لهم راه وصلت ديك الرساله، واللي غادي ياخذوا من عندهم باش يديروا التحقيق ديالهم. البوليس مع وصلاتهم الخبر اول ما داروا هو انهم مشاو للدار ديال المدير وداروا لها واحد السيكوريتي، يعني داروا بها، حطوا طوموبيله ديال البوليس تما وبقاو حاضينها باش في حاله ما اذا جا شي واحد بان لهم مشبوه به تما ولا شي واحد بغى يدير شي حاجه تما يشدوه ويحقوا معاه. ونفس الحاجه دارت حتى في البنك اللي خدام فيه المدير بطبيعه الحال. صافي ملي تانستال هادشي كامل المدير ارتاح شي شويه، الناس ديال البنك حتى هما اللي كانوا تخلعوا ارتاحوا، والبوليس قالوا صافي عطينا هاد السيستم خدينا الاحتياط، غالبا حتى واحد ما غادي يزعم باش يدير شي حاجه لا في البنكه لا في الدار ديال المدير. داكشي اللي وقع بقاو تيتسناو البوليس تما، تقريبا 50 بوليس يتفرقوا ما بين الدار وما بين البنكه تيشوفوا تيحضيو حتى ضربات الخمسه د العشيه، الموعد اللي قالوا فيه الشفاره غادي يفرقعوا فيه دابا 54 ضربات الخمسه، ولكن والو حتى حاجه ما تفرقعات. واخا المدير ما عطى لا فلوس لا حتى شي حاجه ما طرا والو، هاد القصه باينه كان غير تهديد خاوي، شي وحدين بغاو يديروا شي برانك حاوند للمدير ولا يخلعوه ولا شي حاجه ولا يجربوا الحظ ديالهم، ما صدقاتش، صافي الدنيا هانيه. طبيعه الحال منين ما طرا حتى شي حاجه البوليس غادي يحيدوا من تما، يخلي واحد السيكوريتي قليله بزاف، غادي يحيدوا من حدا البنكه اللي اصلا فيها السيكوريتي بلا ما يكون حتى شي حاجه، وصافي تدوز القضيه كلشي غادي ينسى. بطبيعه الحال هادشي تيخلع المدير، جمع الموظفين قال لهم راه ما طرا والو، وقال لهم بان ممكن يكون شي واحد يتفلا، ولكن ردوا البال ما تعرفش توقع شي حاجه، المهم ديروا اتونسيون وصافي وكملوا الخدمه. الجابون راكم عارفين الخدمه هي الاولى
صافي كلشي مشى البوز ديالو كلشي ولا خدام عادي. الوقت اللي كان وقع هادشي كامل هاد القصه كامله كانت هي الوقت اللي تيتخلصوا وتتفرقوا فيه لي سالير في الجابون. ديك الساعه ما كانوش يصيفطوا لهم بلي فيرمون، كان سالير تهزوا البنكه بزاف ديال الفلوس سديهم للشركات والشركات يفرقوا لي سالير كاش على الموظفين ديالهم. وداك النهار كان توشيبا طلبات من البنكه تصيفط فلوس، تصيفط لهم داكشي اللي يفرقوه على كاع الموظفين خلاص وبونوس اللي كانوا يديروا. البنكه كانوا يشدوا هذاك المونطون تيحطوه في طوموبيل يصيفطوه مع اربعه ديال السيكوريتي والناس خدامين من البنك ويمشي في طوموبيلات يوصل الفلوس حتى للشركه وتعاود يرجعوا. وهذه هي اللي كانت البروسيدور مع جميع الشركات في الجابون. بسبب داكشي اللي كان وقع كانوا هاد الموظفين هادو مخلوعين شي شويه باش كانوا غاديين هاد الميسيون انا هي الاولى من بعد ما توصلوا بالتهديد البنكه، ولكن مع الطريق وهما غاديين في الطريق تيبداو ينساو تيبداو يرتاحوا. وبصح بقاو غاديين حتى قربوا لواحد الحبس تما كاين شويه سيكوريتي طالعه وتما زادوا ارتاحوا، سيرتو انهم هازين فلوس ديال وحده من اكبر الشركات في الجابون اللي هي توشيبا تعرفوها، واللي تقريبا غير لي سالير اللي كانوا لي بونوس 300 مليون ين. الطوموبيل اللي غاديين فيها واحد نيسان كحله قربات للديستيناسيون للشركه ديال توشيبا، باقي لهم تقريبا واحد 200 متر ويدخلوا ليها. تما فجاه خرج واحد بوليسي بالموتور ودار ووقف عليهم سد عليهم الطريق وقال لهم يهبطوا ديك الساعه. مع غادي توقف الطوموبيل اول حاجه غادي يقول لهم البوليسي هي الدار ديال المدير تفركعات، وان البوليس وصل لهم واحد البلاغ بان هاد الطوموبيل اللي راكبين فيها تقدر تكون مفخه وتقد تفركع في اي لحظه، وقال لهم ديك الساعه يهبطوا من الطوموبيل وتخباو في شي بلاصه امنه. ديك الساعه هبطوا الموظفين بعدو شي شويه بداو حاضرين الطوموبيل، والبوليسي بدا تيطل من تحت الطوموبيل يشوف واش كاينه شي حاجه، واش دايرين لهم شي قنبله تحت من الطوموبيل باش تفركع. من بعد واحد شويه البوليسي بدا تيغوت يقول لهم تخباو تخباو، مع طلو شافوا شنو كاين بان لهم الدخان خارج من تحت الطوموبيل. ديك الساعه مشاو تيجريو وتلاحوا تخباو مورا واحد الحيط وبقاو تيتسناو التفرقيعه اللي عمرها غادي توقع. زادوا تسناو بقاو مخلوعين مخبيين، زادوا تسناو زادوا تسناو، ولكن ما كانت تفرقيع على حتى شي حاجه. بدا تيتسائلوا تيقولوا واش ما تفرقعاتش واش طرات شي حاجه، بداو بشويه بشويه تيقربوا باش يطلوا يشوفوا مور الحيط شنو طرا، ما غايلقاو لا بوليسي لا طوموبيل لا فلوس اللي كانوا وسط الطوموبيل، حتى حاجه ما بقات تما. ملي طرا هذا الشيء اول حاجه داروا مشاو يعيطوا للبنك يشوفوا شنو وقع فيها على دوك التفرقيعات اللي وقعوا داك الشيء، ولكن البنك يقول لهم ما تفرقعت لا دار مدير لا بنكه لا حتى شي حاجه ما طاري والو. هنا علموا البوليس ديك الساعه بشنو وقع، والبوليس جاو ديك الساعه بداو كيقلبوا البوليس في ديك البلاصه فين كانت الطوموبيل، وهي لقاو الاثار ديال فلام حمراء بحال ديال المشجعين كان استعملها هذاك اللي داير راسو بوليسي باش يوهمهم ان الدخان خارج من تحت الطوموبيل وغادي تفرقع. بطبيعه الحال البوليسي اللي كان وقفهم راه ماشي بوليسي، كان غير لابس اللبسه ديال البوليس، وهذاك الموتور اللي كان غادي فيه كان ماكيه باش يبان شويه بحال موتور ديال البوليس. ملي طرا هادشي البوليس ديال طوكيو بداو التحقيقات ديالهم في ديك الساعه، داروا النقاط ديال التفتيش في جميع الاحياء، سدوا داكشي كامل وكلشي، بداو تيقلبوا النهار كامل ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو حتى شي اثار من غير داكشي اللي لقاوه في البلاصه فين كان الطوموبيل. لقاو من غير ديك الفلام 120 دليل اثار بصمات، لقاو داكشي كثير بزاف بحال هذاك اللي وقف عليهم بالموتور بالعاني شت داكشي تما باش يدوخ ويتلف البوليس وما يعرفوش شكون اللي دارها. داز النهار الاول ما كاين حتى شي اخبار على شكون دار هذه العمليه، دازوا ايام البوليس يقلبوا ولكن ما كاين حتى شي اخبار، قلبوا جميع الدلائل اللي لقاو الرساله النهار الاول داكشي كامل ولكن والو. هاد خونا هذا اللي دار هاد الخطه هذه العبقريه وجد كلشي ونجح في الخطه ديالو باش يتسرق هادشي بلا ما يعرف حتى شي واحد شكون هو، ولكن البوليس طبيعه الحال ما غاديش يياسوا وغادي يكملوا في التقلاب بحال ديما. زادوا قلبوا ولقاو ان ديك الطوموبيله اللي سرق هذاك من الموتور اللي غالبا ما كانش بوحده تحرقات في واحد البلاصه وتبدلات بطوموبيله اخرى اللي وصلوا بها لبلاصه اخرى في طوكيو وحرقوها حتى هي وهزوا طوموبيل اخرى من تما. يعني الاخرين كانوا دايرين جميع الاحتياطات باش ما يخليو حتى شي اثار موراهم. وفي كل مسرح الجريمه في كل بلاصه فيها طوموبيل محروقه تلقاو فيها المئات ديال الادله اللي ما عندهم حتى شي علاقه بهذه الجريمه هذه، لدرجه ديك الخدمه اللي خاصهم يديروها باش يعرفوا كل دليل ويخرجوا منه شي حاجه خدمه ما يمكنش دار بدك البوليس اللي كاينين كاملين في طوكيو، وعاوتاني عياو ما يقلبوا وما وصلوا لحتى شي حاجه. بطبيعه الحال البوليس يشكوا في اي واحد، وحتى دوك الربعه اللي كانوا غاديين في ديك الطوموبيل وقال لهم البوليسي
ديال بلعاني هربوا، سولوهم واحد بواحد، حقوا معاهم، شافوهم واش هما اللي كتبوا بالخط ديالهم هذيك الرساله اللي وصلت للمدير ديال البنك، ولكن لقاوهم ما دايرين حتى شي حاجه. خداو من عندهم البورتري روبو ديال هذاك اللي كان وقفهم ديال البوليسي، وشدوا داك الوجه ديالو ولصقوه في طوكيو كامله باش يحاولوا يلقاوه. ما تعرف شي واحد يعرف داك الوجه ويجي عند البوليس ويعلمهم. وهزوا ديك التصويره وداروا على الديور اللي كاينين تما، وداروا على احياء بزاف تيسولوا واش يعرفوا هذاك السيد اللي في ديك التصويره، ولكن حتى شي واحد ما عرفو. باش وحلوا البوليس في ديك الوقيته في الستينات كان عندهم واحد العقليه في الجابون اللي كاينه دابا في بزاف البلايص، هي انهم ما رضاوش وبغاو يلصقوا هذاك الشيء في شي حد باش يتسماو انهم ما فشلوش وما خسروش قدام هذا اللي سرق هذا الشيء. شدوا واحد الفيكتيم، واحد خونا كان سمم راسو ومات، وقالوا بانه يقدر يكون هو اللي دار هذا الشيء، ولكن ملي جاوا حقه وقلبوا مزيان والناس عارفين هذاك خونا ما عنده لا فلوس لا حتى شي حاجه، جرائد كاملين ولاو تيقولوا هذاك اللي متسمم غير فيكتيم، لقى واحد ديجا مات ما يقدش يقول بانه ماشي هو اللي دار داك الشيء، ولصقوها فيه باش يسكتوا الناس. جرائد بداو تيهضروا، وعاوتاني البوليس بداو تيقلبوا من جديد مره اخرى، بداو تيقلبوا وما يلقاو واحد الدري عنده 26 عام فايت دار واحد العمليه ديال البراكاج تتشبه لهذه، وفايت مشدود وشكوا فيه، قالوا بانه هو اللي دارها، وبداو التحقيق ديالهم. ولكن مره اخرى التحقيق ديالهم بين بانه ذاك النهار اللي وقع فيه داك الشيء كان تيدير واحد الفحص في واحد السبيطار، وماشي هو اللي دار ديك العمليه، وعاوتاني بداو من جديد. عياو ما يقلبوا ولكن والو. ومن بعد 6 سنين ولونكيت محلوله، بان واحد الولد واحد اخر عاوتاني، هاد المرة شكوا فيه لأن كان عنده واحد المبلغ ديال الفلوس كبير، وساكن ما بعيدش على ديك البلاصة اللي وقع فيها هاد الشيء، ولكن مع يوم يحقوا وما قدروش يثبتوا بأنه هو اللي دار ديك العملية، وهو رفض أنه يعطيهم المصدر ديال الفلوس ديالو منين جاو ومن حقه. ديك الساعة كان بزاف ديال التعاملات بالكاش، والناس عندهم الكاش، وهو ما بغاش يقول لهم منين جاب دوك الفلوس. عياو معاه في جميع الطرق، زيروه مزيان، ولكن والو، وما تبت عليه حتى شي حاجه، وخلاوه مره اخرى، وفي الغالب ماشي هو. قلت لكم هذه اول عمليه سطو اللي ما يشدوش فيها هذاك اللي دار الفعله. البوليس غادي يلقى واحد الطريقه باش على الاقل ما يشدوش، ولكن هي يعرفوه شكون، والطريقه بقات غير طريقه واحده باينه. بعد ما داز 18 عام هذيك التهمه ديال السرقه تم الاسقاط ديالها، صافي قالوا بان هذاك اللي سرق داك النهار مسامحين ليه، صافي دازت المده تقادم ما غاديش يتشد واخا نعرفوه. وقالوا ليه في الاعلام اذا بغيتي تخرج وتعاود القصه ديالك دابا راه تحد ما غادي يشدك، صافي غير بغينا نعرفو كيفاش درتي وشكون انت وفين مشيتي. ولكن حتى شي حد ما قدم راسو، وحتى شي حد ما اعترف، ودابا 60 عام ومازال ما جا حتى شي واحد. في الغالب هذاك اللي دار هذه العمليه السرقه راه ميت دابا، وهيكون بروفيت مزيان من فلوسه. وهذه كانت اول عمليه سرقه في هاد لاشين اللي ما تشدش مولاها وما تعرفش بجوجهم. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، اذا عجبتكم كاينه القناه الثانيه تنحط فيها قصص ديال الجرائم، غادي تلقاوها هنايا. هذه اول قصه ديال جريمه اللي بديت تنحط في هاد لاشين هذه، نتمنى يعجبوكم هاد القصص كاملين. تندير افور كبير باش نحط قصه كل نهار، صعيب تلقى لي سورس، صعيب تلقى بزاف ديال الحوايج، صبروا معايا. هذا ما كان، نشوفكم في الفيديو الجاي.